كنشكر جميع الخبراء اللي هضروا معنا اليوم، كنشكر ايضا الاستاذ معروف اللي جا اليوم وشرفنا، كنشكر جميع المغاربة حق الانسان اللي استقبلتني واستقبلت رفعات وكانت يعني من الاول وهي كدعمنا وكتامنين بالبراءة ديالنا. كنشكر جميع الهيئات الحقوقية والجمعيات الحقوقية والمنظمات الحقوقية ايضا اللي دافعوا لينا وكانوا كينظموا وقفات احتجاجية، كانوا يعني بيانات، يعني عدد من الأشياء من أجل الدفاع علينا. كنشكر أيضا الصحافة اللي غطت قضيتي بشكل مهني، كنشكر أيضا الصحفيين اللي ضمنوا معايا وكانوا مؤكدين على أنني بريئة من جميع التهم اللي كانت منسوبة ليا. كنشكر جميع المحامين والمحاميات اللي دافعوا عليا وطوعوا على أنهم يدافعوا عليا وأمنوا على أنني كنت في المحكمة مظلومة وأن المتابعة ديالي كانت متابعة من أجل تهم أخرى ماشي التهم اللي كنت كنتابع بها. أيضا كنشكر المنظمات الدولية والصحافة الدولية اللي تفاعلت مع القضية ديالي. بالنسبة للجنة ديال الحرية الفردية كنشكرهم وكنتمنى لأنهم يزيدوا يستمروا يدافعوا على الحرية الفردية في البلاد، بالرغم على أنه القضية ديالي ما عندهاش علاقة بالحرية الفردية، لأنه أنا ورفعات يعني كنا في علاقة خطوبة وكنا كنوجدوا التوثيق الزواج، وأيضا التهمة ديال الإجهاض اللي تهموني بها هي تهمة باطلة، والخبرة الطبية الأولى الخبرة اللي تمت عليا ماشي الخبرة اللي يقول فيها طبيب سمير بركاشة لأني صرحت ولا يعني كنتحدث على الخبرة اللي داروها بشكل تعسفي، داروها بالعنف، داروها بالرغم من الرفض ديالي ليلى، بينت على أنه ما كناش إجهاض من الأصل. بالنسبة للاعتقال ديالي أنا كنعتبره اعتقال تعسفي، لأن جميع التهم سواء يعني بالرغم من الزوار ديالهم المحاضر، بالرغم من أنهم الزوار ديالهم للخبرة، أنا كنت مؤكدة لأن الخبرة ديال الأستاذ الطبيب سمير برقاش اللي كيقول فيها لأني صرحت له بعدد من الأشياء، أنا لحدود الساعة ما عارفاش شكون سمير برقاش، أنا ما شفتوش وما كنعرفتوش، وحتى الناس اللي كانوا معايا في لوبيتال لي ميسان كانوا دي جينيراليست، وشفت سيرفيس اللي قدموا لي اللي قدموه لي ما كانش سميتو سمير برقاش. انا كنسائل شكون هو سمير برقاش، كنتمنى انه يكون هنايا مع الحضور على الاقل نتشرف بسميتو نفس بابه انا تهنيت بسنة. بالنسبه للملف ديالي يوسف بن عمرو يعني تحدث على الحيثيات ديالو كانت معروفه، ويعني حتى في التبرير ديال الحكم القاضي كيبرر يعني باش هذيك السنه ديال الحكم كيتحدث على محضر مواجهه اللي هو محضر انا ما شفتوش وما عرضوش عليا، لانني كنت قررت اني التزم الصمت في هذاك الوقت وهو اللي اعتمد عليه، اعتمد على محاضر اخرى اللي هي محاضر مزوره والناس كيقولوا احنا ما قلناش هذا الشيء. ايضا احنا قدمنا عدد من الادله لان اعتبر ان القاضي ما خداش بها بشكل نهائي، ولكن هو مغلوب على امره لان ملي كتجي الاوامر والتعليمات يعني القاضي ما كتبقاش عنده يعني سلطه، فقط يردد يعني داكشي اللي كيامروه به. انا اتضامن مع القاضي واتضامن مع النيابه العامه لانهم تحطوا في ملف اللي ربما اعتقد انهم كيمشيو لديورهم كيقولوا شاد شي حنا فيه، كنظن على انهم يعني في ضميرهم كنظن يكون عندهم شويه ضمير، ما يمكنش على انهم ما يكونش عندهم ضمير بشكل نهائي، فانا كنضامن معاهم. اما بالنسبه للمواقع اللي خدموا بيا طيله هاد الشهرين فانا زعما داكشي عادي، وهم مولفين يعني جميع القضايا سواء ديال سياسيين او حقوقيين او صحفيين، فهذا هو الدور ديالهم اللي كيخدموا به. للاسف يعني كاين صحفيين كيقولوا على انهم صحفيين كيشتغلوا بهالدناءه وكيشوهوا صوره ديال زميله ديالهم اللي هي انا، ولكن مازال مستمرين يعني في هذا الشيء بالرغم ان جا العفو الملكي مازال مستمرين للاسف، ما عرفش زعما كيفاش، ولكن ماشي مشكل يبيعوا بيا شويه مازال يبيعوا لا ماشي مشكل، انا كنسمح لهم على انهم يبقاو ماشي في هذاك الطريق، ولكن النهار اللي غادي يطوحوا في هذا الشيء لان المغرب ما فيه ثقه، السلطات المغربيه اقصد بالضبط ما فيهم ثقه، اليوم انا غدا انت
ولكن انا في جميع الاحوال زال وقع لهم داكشي اللي وقع لي، انا ساتضامن معهم ما غاديش نشهر بهم، غادي نعلن التضامن ديالي معهم وغادي ندافع عليهم. اخيرا كنعاود نشكر جميع الناس اللي تضامنوا معايا، يعني حتى الناس اللي كانوا متذبذبين في واش انا بريئه واش انا ما بريئاش، الناس اللي كانوا كيقولوا ان هذه حريتي فرديه كنشكرهم، لان فعلا حريتي فرديه، ولكن انا المتابعه ديالي ما كانتش بسبب الحريات الفرديه، مع اني الموقف ديالي وضحته بهذا الخصوص هذا وما غاديش نرجع له. كنشكرهم انهم دافعوا عليا، انهم كيدافعوا على الحق سواء كانوا كيعرفوك او ما كيعرفوكش، كيدافعوا على الحق. وكنشكر اكثر الناس اللي امنوا على انني بريئه من جميع التهم اللي نسبوها ليا، وشكرا. Thank you.